بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحتل الحليب المركز الأول على لائحة المنتجات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة منذ قرون، والمعروف أن كليوباترا كانت تستحم بالحليب للحفاظ على جمال بشرتها. وصفة اليوم تعتمد أساساً على الحليب. رايحين نعمل مع بعض إن شاء الله كريم رائع جداً تستخدميه قبل النوم وكل يوم، وراح تلاحظي نتيجة مبهرة. بشرة مضيئة بيضاء مثل الثلج. مكونات هذا الكريم عبارة عن 4 ملاعق كبيرة من الحليب الطازج يكون بارد، أي نوع حليب سائل متوفر عندكم. نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الحليب الرايب. راح أعطيكم طريقة عمله في البيت، هو سهل جدا لأنه حليب الرايب غير متوفر في كل الدول. ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من نشاء الذرة أو الطحين الأبيض أو الدقيق الأبيض أو الفرينة المتوفر عندكم. ونحتاج إلى ملعقة صغيرة من الحليب البودرة. وفي الأخير نحتاج إلى ماء الورد. أولاً أعطيكم طريقة عمل الحليب الرايب. مثل الزبادي، يكون مثل الزبادي. أولاً نقوم بوضع حليب مثل هذا طازج غير مغلى بارد، يوضع في إناء مثل هذا، ونضع عليه قطرات من الخل الأبيض، نغطيه ونضعه في مكان دافئ لليلة كاملة في مكان دافئ، وفي الصباح نجده قد أصبح حليب رايب. ندخل مباشرة في طريقة عمل هذا الكريم وكيفية استخدامه. نأخذ 4 ملاعق كبيرة من الحليب البارد، نضع عليها ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، ونضع عليها ملعقة صغيرة من نشاء الذرة أو الدقيق الأبيض أو الفرينة. نقوم بمزج المكونات كلها مع بعض على البارد، ثم نضعها على نار هادئة مع التقليب المستمر إلى أن نتحصل على هذا الكريم. كريم الحليب. كريم رائع جدا، مكوناته فقط من الحليب ومشتقاته. نأخذ ملعقة صغيرة من الحليب الرايب ونضعها على الكريم بعد ما يبرد تماما، ونخلط المكونات كلها مع بعض. نخلطها كلها مع بعض جيدا. نتحصل على هذا الكريم. بعد تنظيف البشرة جيدا وليلا قبل النوم يكون أفضل. نضع هذا الكريم من الرقبة حتى بشرة الوجه، نوزعه جيدا، ثم نقوم بالاسترخاء حتى ينشف هذا الكريم تماما على بشرتنا. ثم قومي بغسله بماء فاتر ثم ماء بارد، ثم بعد ذلك ضعي ملعقتين من الحليب البارد مع ملعقتين من ماء الورد، ومرري على بشرتك بواسطة قطنة. يعني كريم اليوم نستخدم فيه فقط الحليب ومشتقاته. يمكن الاحتفاظ بهذا الكريم في إناء محكم الإغلاق، ونضعه في الثلاجة، ونستخدمه يوميا
لمدة أسبوع كامل دون أن يفسد. صاحبات، البشرة الجافة جدا يمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز أو أي نوع زيت متوفر عندكم مناسب لبشرتكم مع هذا الكريم. وصاحبات البشرة الدهنية يمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. وصاحبات البشرة الحساسة يناسبهن جدا هذا الكريم. إن شاء الله تكون الوصفة خفيفة ظريفة ونالت إعجابكم. أتمنى الاشتراك في القناة وذلك لدعمي على إعطاء كل ما هو جديد ومفيد. دمتم في رعاية المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.